Thomas Kuss, Lewisom, oh, goal! Goal, goal, goal! فيتشينسو مونتيلا تأخر كثيرا في إقحام وسام بن يدر، أول كرة استلمها حطها في الجول، يا له من حظ لوسام، مونتيلا يفعلها بمورينو في أولد ترافورد ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 74. المان يونايتد عليه تسجيل هدفين، لن نلعب وقت إضافي لهذا اللقاء. شوف الكرة الضائعة هنا في الوسط، استرجاع رائع وتمريرة من من زونزي وحده جول جول لو جول لا جول. مانشستر يونايتد يخرج من ثمن نهائي دوري الأبطال، وإشبيليا قبل 12 دقيقة يفعلها ويسجل جول، هدف ثاني أمام لاعبي مانشستر يونايتد، كلهم يتفرجون. صعب في الظروف نتاع المباراة هذه، الظروف اللي لا لا جول. لوكاكو يسجل جول أول في الدقيقة 84، لوكاكو يسجل هدفه الخامس في دوري الأبطال. هل هذا الهدف متأخر؟ إلى أي مدى هو متأخر يا لوكاكو؟